حول هذا الموضوع انضم إلينا مدير عام مشروع إيقاف زراعة الأعلاف وتطوير السجل الزراعي في وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس محمد العبد اللطيف. مهندس محمد، أهلا بك. السؤال ربما الذي يطرحه المهتمون بهذا القطاع، ما هي البدائل وهل ستكون الأسعار ملائمة للجميع أم ستساهم في رفع الأسعار؟ أهلا وسهلا عبد الله، وأهلا بك وبالسادة المشاهدين والمشاهدات. طبعا مشروع إيقاف زراعة الأعلاف صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 66 بتاريخ 25/2/1437. هذا القرار أتى للحد من الهدر في استهلاك المياه الجوفية غير متجددة عبر تنظيم وضوابط تم إقرارها في قرار مجلس الوزراء اللاحق، وهو قرار رقم 39، أتى لتنظيم زراعة الأعلاف وتحديد الفئات التي تستمر في زراعة الأعلاف والفئات التي تتوقف. طبعا نحن في المشروع بدأ التطبيق الفعلي للبرنامج في 25/2/1440 قبل تقريبا أكثر من سنة. استطعنا بفضل الله أن نحقق نتائج جدا ممتازة، تمثلت في خفض المساحة المزروعة كما ذكرتم في التقرير من 640 ألف هكتار إلى 286 ألف هكتار، وهذا نتج عنه خفض في استهلاك المياه الجوفية بما مقداره في حدود 10 مليار متر مكعب. طبعا هذا القرار بلا شك أنه يعني يأتي مواكب للحفاظ على الموارد الطبيعية المملكة والتي يأتي على رأسها المياه الجوفية. مهندس محمد، أنا أعيد السؤال عن البدائل. بالنسبة للبدائل طبعا الصغار المزارعين حتى يعني الذين يزرعون المساحات الأعلاف حتى 50 هكتار بإمكانهم الاستمرار ضمن ضوابط الإيقاف. هذول يعني لم يتم عليهم أي إجراء، يستطيعون الاستمرار في زراعة الأعلاف أو التحول لزراعة القمح في حال رغبتهم. بالنسبة للمزارع الكبرى حقيقة هناك بدائل تم طرحها تتمثل في مشاريع البيوت المحمية، مشاريع الاستزراع السمكي، مشاريع الدواجن، زراعة الأعشاب البرية غير مستهلكة المياه. هذه حقيقة كلها كانت بدائل متاحة لكبار المزارعين. إذن كبار المزارعين هم تحديدا المستهدفين في إيقاف هذه زراعة الأعلاف. نعم، هم حقيقة هم من يزرعون الأعلاف على مساحة 100 هكتار وأكثر. نعم، ماذا عن المستهلك، هل سيتأثر؟ طبعا قرار مجلس الوزراء الحقيقة بلا شك أنه أشار إلى صغار أو إلى مربي الماشية، وأعطى للوزارة دور بأنها تعمل على توفير بدائل لزراعة الأعلاف. هذا العمل يأتي ضمن محورين. المحور الأول هو تشجيع استهلاك أو تشجيع تحويل النمط الاستهلاك لمربي الماشية من استهلاك الأعلاف الخضراء إلى الأعلاف المصنعة المتكاملة. المحور الآخر يتمثل في استيراد الأعلاف الخضراء من الخارج، والوزارة حقيقة في هذا الصدد أقامت عدة منتديات. تم إقامة منتدى في الأرجنتين، ايضا تم اقامه منتدى في مدينه الرياض، ونحن ان شاء الله بصدد ان شاء الله اقامه منتدى اخر لتحفيز المستثمرين المحليين على استيراد الاعلاف من الخارج وتوفيرها للمربين، بحيث لا يكون هناك ان شاء الله تعالى اي تاثر المربي المحلي نتيجه نقص في الاعلاف. يعني حتى الان لم تتاثر الاسعار؟ الاسعار الحقيقه الوزاره تقوم برفع تقرير ربعي لأسعار الأعلاف واللحوم في السوق المحلي. حتى الآن تم رفع ثلاث تقارير من بداية من العام 2019، حتى الآن الأسعار لا زالت الحقيقة يعني في وتيرة يعني مطمئنة، ولا يوجد هناك أي ارتفاع في الأسعار. نعم، مدير عام مشروع إيقاف زراعة الأعلاف وتطوير السجل الزراعي في وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس محمد العبد اللطيف، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا لك.